عطني خمسة الزعيم. من صغرنا نحن نشجع العين. بندر. بس بس بس. يا مرحبا السلام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العين في الرباط. أنا وأحلام اليوم جولتنا مختلفة وجولتنا استثنائية. تذكر هذه المباراة. شكرا. تمام. أينوي؟ لا. نشوف. نادي قنيطي. اي قطي خلاص كلنا واحد كلنا واحد كلنا واحد لكن هذا الحين تلبسها الحين الله تم التعاقد رسميا يلا بسم الله تعرف هاي شنو محمد هذه الطنجيه طنجيه المراكشيه الله المراكشيه عطري ركز على اللقطه الله 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 الله, الله. اللحم يا جماعه الخير يذوب 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 اللحم ما شاء الله حلو عطري خمسة الزعيم المغرب راه بلاد الجود والكرم يلا خلينا نشوفو خلينا نشوفو كلام عيني بالغرام احلى من الاغاني صافي بارك بارك صافي صافي كنتزوج بها مع مسكين زوينه ديال المرا ما بقاش عندها الحق تدي راجل يتكفل بها قالك ما تغياليش لا بنات الناس ما بقاوش اخويا الا بنات الناس غتربطوها بكلمه صبر على الزلطه اللي كيبنت اخويا ماشي بنت الناس شنو زعما علاش بنت الناس كتبغيو تردوها مسكينه جفاف علاش اخويا بنت الناس بشويه بشويه كترتق لك شعقها بشويه ما كتخرجي عينك مالك بشويه لك جفاف علاش اخويا بنت الناس ماشي هي اللي يكون عندها الزهر وبنت الناس صبرت على شرافه وصبرت على عفتها وسنطره صح حتى تجي تديها نتايا الكدار باش دير ما جفاف عندك في الدار وباش تصبر لك على القهره وباش تصبر لك على الزفره ماشي بنت الناس اسير علاش على ما تكون بنت الناس بنت الناس هي اللي خاصها تكرم وخاصها تعزز وخاصك تهلا فيها وخاصك حتى تكون قاد براسك عاد تديها كيما كتبغي لاختك وطاصيلتك وبنتك غتبغي البنت الناس اللي غتديها علاش بنت الناس خاص مسكينه تقبل بالزبط ولا ماشي بنت الناس ما فهمتش انا هاد كلمه بنت الناس مرتبطه بالزبط واش كلمه بنت الناس وبنت الاصل مرتبطه بقله الشيء واش بنت الاصل هي اللي خاصها تضرب على تماره ومسكينه حتى تولي فيها كيسلك تسلف ما فهمتش انا هاد بنت الناس اللي كتبغيو تردوها جفاف وتمسحوا بها الارض وخاصها تصبر حتى الانسان يلقى بنت الناس بعدا ديك سعيد الله فيها هما بنات الناس موجودين الصراحه ولكن لي قلال موجودين ولكن لي قلال تبارك الله ثم يلا سكنتوا 10 كاين جبتوا الثلاجه تبارك الله وصل عندي كبير فيها متر ونص في الارض وستفطة انا وما شريتهاش هانت انا عندي واحد حقتي راحي الا بغيتي دابا انت غادي تكرسي لي عاد الدري انت دابا كاريه وشريتي الثلاجه شويه عاد شري ماكينه اوتوماتيك انا عارفه انت هانت شوف انا ما انا انا ما تشري والو سمعتي هذاك الشيء اللي غادي يشريه لك ولدي يشريه لينا حنا في الدار ياك خرجي من الكرا اش بالك شحال كتخلصي في الكرا 1800 درهم ها ما جاتش تي يلاه جيتي تزوجتي بيه شري لك ماكينه الصابون او ثلاجه حقي دينا ما جاتش خاص ثلاجه اش بالك انت انا نسمح لك في 800 درهم كتخلصيتي 1800 عادي نسمح لك انا في 800 درهم عندي ثلاجه للدار عطيها ليا ما تخلعي ما والو الثلاجه راه ديالك محطوطه في دارك واش كاين سكنه هادو دوزك بحال الا سكنه في دارك سمعتيني غنسمح لك في 800 درهم خلي لي 1000 درهم عطيوها ليا في الشهر ها هي الثلاجه كاينه الشهر الجاي جيبوا لي ماكينه الصابون اش بالك ويعيد مزيانه انا عارفك ما تقولي والو حيت نصون على ودي جميع حوايجك خلاص واش بغيتي تجهزي لي انا هاد الماكينه ها شويه الاولاد ها شويه حتى يغبر عليا الدري ها لا لا كانت لك بالله يلا غنشوف شوفي هذا الحولي باقا عندك تي الحولي المحرى انت يلا مزوجه ودابحه وشاريه الثلاجه تبارك الله داخله بركة مسعوده ولدي عنده فلوس تزوجتي بيه عنده فلوس تقوليش ولدي ما كان عنده والو انت تبارك الله يلا انت جيبي لي ديك الصنداله ديال الميك يلا قولي لولدي صوني انا غنصوني لي صوني لي جيب لي هوندا غندير داكشي ديالي راك بحال اللي جالسه في داركم ابنيتي قلبي ديالي على السيروت ديالي جيبي لي يلا الله يعاونك دوزي بخير يلا راه فعلا راه كاينين بحال هاد العكوزات هادو راه من نوع عادات والله حتى من نوع عادات بالله زعطة إلا كنتي حامل زعطة غنقولها لمحمد ونوريكم الرياكسيون ديالو علاش تنسخفا قلبي كيدردك
مسكين. ما يجيش لابس هذاك التوني. شوف 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 حنا العمر ديال الوالدين ما التوني خصنا نديوه ليه، ولكن نمشي قد امي وهو قد خويا الكبير و السيده بعقلها و الدري صغير ما بغيناش المشاكل. علاش قلنا ليه حيدو؟ هنا دوينا زوينه قدر نلقى فوج اخر ما غيهضرش معاه الزوين، غيجي غيضربو. علاش حنا والرباطه هي رياضه؟ ولا حنا ما نتفاهموش مع هاد الناس. علاش؟ شوف باسي مرحبا بك المغرب فاس. وانت ودي اس وشنو يدي اس؟ شنو يدي اس؟ والله هذيك حنا راه مغاربه اصاحبي. هاتشوني لا. سير حنا راه ماشي حكاره. كون كان شي واحد قدي غنفرش قدام البوم وخاه نفس سيد العام. كاينش واش اصاحبي كاين السيبه؟ فهمتش انا؟ وي بس هو اللي عجبو نتا مالك؟ الحقرة صاحبي هذا الحقرة ما تيبغي الله ولا العبد، هادو راه خصهم يوقفوا عند حدهم صاحبي، راه البوليس خصو يدخل في هاد الشيء هذا صاحبي، هادو راه خاصهم الحبس هادو، ايه هادي وبنادم جاي لابس توني تقول لي لا انت علاش تلبسو غندير لك ونفعل لك ونترك لك، يا كاين السيبة في هاد البلاد هادي، هادشي ما خصهمش يسكتوا على هاد الشيء هذا. ما يجيش لابس هذاك. شوف شوف تبارك الله السر ديال هندف ديال خويا، شوف شوف تبارك الله شوف. شوف شوف بالبيدو السردين بالبيدو واقلع ما شوف خير ربي موجود سبحان الله العظيم. شوف شوف هاتي رمي البحر انت و تيبيعوا لينا حنا خو عندنا هنا في مراكش ب 20 درهم للكيلو باش يبيعوا لينا هنا، والله الا كان شراو ب 20 درهم للكيلو قسما بالله في مراكش كيدير هذا انا كاع اش نديه ولا كيفاش هادشي في الداخل هادشي. هاتي الاحمر والخضر ريت المغربي مطبوعه واش رايك طلعينا على المصريين يعني خدم شي عوج لا نسلحوك الفوق في الاصلاح يعني ناري الحوره كاين اكبر محكمه عند الله اللي تبع السيده عنده تدخل مي بعد انا مقابلك. عرفتي فاش كنت صغيره كنت كنقرا مع البنات صحاباتي لانه كان صغريط وهذا وانا فعلا كنت كنسكن في السطح وما كنت باغا نقولها لتا شي واحد لدرجه صحاباتي عمر البنات ما طلعوا عندي للدار، يعني كانوا صحاباتي اللي مقربين شي جوج هما اللي كانوا كيطلعوا عندي للدار والحق اللي كيقراو معايا في القسم لدرجه ان بيناتهم كانوا كيوصلوا الهضره بيناتهم راهي ساكنه في السطح ساكنه في السطح شنو كيديروا كيبغيو يديروا لي الضغط باش يجيو عندي ويشوفوني انا فين ساكنه وهادي اللي كنتي ساكنه في السطح علاش نوفي هذا عاديك ما قالتش في الزنقة ولا دايره شي الشارع عادي السكنة ديال السطح معنا حنا كاع ساكنين في السطح المهم بلا انا راه ساكنة بسرعة هذا هو المهم ابن شاي ابن شاي الله يصبرك ابن شاي الله راه شعور البركة في راسك ابن شاي صافي صافي هو حبهم الله طيور الجنة دابا الرابعة دابا في المرة شحال صافي ابن شاي الدم فيك باقا فيك بلا كلشي الكسوة كاملة وحيد السيدة توفى ليها ولدها هو قاعد كيصور فيه ما فهمتش انا هاد الناس هادو حق الله اي حاجة دارها خصهم يصورها والله ما فهمت تقول لي شوف انا عريانة ناسة انا وراجلي دقات على راجلي قالت لي خد عيط لدم ما خزن عيط للبوليس ما غنخرجوش من هنا شفتي معايا جات دقات علينا في نصاص الليل 12 ديال الليل دابا وحنا ناعسين قالت لي هذيك السيده ما نكريش ليها والصراحه عندها الحق في الهضره كل اللي قالت راه ما عندش مولا تضطر الحق باش تخرجها الصراحه علاش؟ حنا طنجه وبزنازه انا خوتي قباح خوتي غيدبحوك ايوا اختي المخزن اش كيدير؟ الامن الوطني اش كدير؟ انا خوتي بزنازه كيبيعوا الغبره انا غندبحك خوتي غيدبحوك وشنو الخدمه ديال الامن؟ البوليس شنو الخدمة ديالو؟ المخزن شنو خدمتو؟ المحومة ونصور تلبو انا بغيت شي حاجة تبقى علي باش نوري البوليس ما كيوصلوش لهنايا جاية باغا تهجم عليا انا وولدي خلي البوليس
انا بغيت شي حاجه توقع ليا باش المخزن تابع المخزن اللي ما كيدخلش الاحياء الشعبيه. انا خوتي قباح خوتي بزناته غيدبحوك. انا بغيتهم ما بنجيش تقدري واخا في الدار علاش كنصوني لك ما كتجاوبنيش علاش ما كتجاوبنيش تقدري واخا في الدار ما كتغوضي حالها خوتي كيعيطو خصك تخرج لي من الدار. انا با مريضه بالقلب ماما مريضه بالسكر بنتي مريضه بالسكر فلوسك غنردهم لك فلوسك غنردهم لك اين باب هادي باب موالين الدار هادي ماشي باب ديالك وما تصورنيش انا ما صورتكش داك الشيء هادي ماشي باب ديالك باب مليهان هادي ماشي باب ديالك هبطي يدك يلا هبطي يدك ما تقربيش ليا شنو بغات تهجمي عليا ما تقربيش ليا ما تصورني انت مش غايبه انت ما كتخافيش الله شنو باغا تهجمي عليا ايوا اجي باش المخزن يعرفك لا ما تمشيش عند البوليس وفحينا الباب حل لي الباب اش كاين كاين اجرام يلا حل لي الباب راني مخليه ولادي لداخل حل لي الباب راه كاين السيبرك وكاين المخزن ما تسديش لي الباب حل لي الباب عيط ليهم ولادي لداخل سد علينا الباب اش كاين وجايه باغا تهجمي عليا يلا غنصورك ها يلا اه يلا زيدي ايوا زيد انا نصورك طنجه وسايبين الى الباب هذه الباب ديالكم انا ولادي لداخل اولادي شفتي الشوره ديال الشوا شحال صعيب المحال هي بصراحه هاد المناضل الضر ما خصهاش تعملها بحال هكا بصفه نهائيه مادام تاكريتي ليها وكتخلصك في الكره ديالك ما عندك ما تسوقري منها علاش كتسدي عليها الباب اصلا هنا الخوت نكونوا وصلنا لخرت الفيديو الى كنتم الابطال بقيتوا حتى لهاد الدقيقه هذه ما تنساوش تخليوا لي معكم شي لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تاكدوا بانكم مشتركين في القناه وتفعلين معكم هذاك الجرس باش اللي كانت حاجه جديده وصلكم نتوما الاولين تفعلوا الخوت مع الفيديو خليوا لي تعليق زوين ديالكم تهلاو فراسكم تهلاو فولاديكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم.